بسم الله بدأنا وبسم الله نختتم. أيها السادة، القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لا نفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ولا يشرك
عبادك ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الله والرحمن الرحيم والله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز والله الذي الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين.
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لربك وانحر إن شانئك والأبتر صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لموتانا ولأموات المسلمين ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين والمتوفى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عشتم أيها السادة مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامح حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سلم القارئ والمقيم بسرويه. كان معكم وبتوفيق من عند الله على احدث مكبرات صوت عالمية ومدينة انوار كهربائية وقصر من قصور الضيافة المتنقلة يطلب ويوجد في الحال محلات المتوكل على الله احمد وجي شعبان المحل الاول بكفر خضراء. ايها السادة تقبل الله عزاءكم وسعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.